وصيام عاشوراء هذا سيكفر الصغائر. ولو يعني في بعض الناس بالمناسبة يقول طيب عرفة يكفر إيش؟ سنة قبله سنة قبل وسنة بعد وسنة بعده، وعاشوراء وعاشوراء يكفر سنة قبله الذي مضت. فكيف راح يصير فيه تعارض يعني؟ ما هو يعني هو زيادة خير ازدواجية. أيوه طيب فتصير ماشي مغفرة على مغفرة. جميل. وبعدين من الذي يضمن أنه قبل منه عرفة؟ وبعدين قد يكون صام يعني خرق صوم عرفة بأشياء فصار تأثير صومه على هذا المغفرة. يسد التقصير هذا. أيوة فهذا يعوض. وعلى فرض أنه كان يعني صيام عرفة كاملا يصبح عاشوراء رفع درجات. الله يعني لو فرضنا أنه ما صادف سيئات يكفرها لأن عرفة كفرت، فيكون هذا زيادة، فيكون هذا رفع إيش؟ درجات. درجات. فكيف لو أضيف إليه تاسعاء؟ وكيف لو عرفنا أنه تاسعاء هذا سنة نبوية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله، شوف الصحابة كيف نفس يعني فقههم، إنه يوم تعظم اليهود والنصارى. كيف يعني نحن نوافقهم في هذا التعظيم بصيام هذا اليوم؟ بالضبط هذا محل تساؤل كان. فقال عليه الصلاة والسلام وهو الوحي الذي يوحى: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بقيت الرغبة النبوية سنة.